يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ابني البالغ من العمر 17 عاما إذا خرج للصلاة في غيابي مع الجماعة ابني البالغ من العمر 17 عاما إذا خرج للصلاة مع الجماعة في غيابي لا يرجع إلا متأخرا، وأخاف عليه من أصدقاء السوء، فهل علي إن منعته من صلاة الجماعة من إثم؟ هذا ربما يكون وهم منك أو وسواس منك، فما دمت حاضرا فإنك تراقبه، وإذا غبت عنه فإنك توصي من يراقبه من جيرانك أو من أقاربك. وما دامت نيتك المحافظة عليه فسيعينك الله عز وجل. نعم.